أنا أريد أن ما دامنا في دراسة الآثار والحكي على الآثار، آثار كورونا نفسها مش آثار اللقاح، آثار كورونا ما بعد الإصابة به، هل من خلال دراستكم وتتبعكم في آثار طويلة الأمد ما الذي رصدتوه من خلال الحالات الموجودة عندكم؟ طبعا في بعض الآثار طويلة الأمد اللي رصدت في المصابين بكوفيد المتعافين من كوفيد، خاصة اللي يصيبوا بالمرض الشديد، آثار طويلة الأجل بعضها يكون واضح، مثلا فقد الجزئي لحاسة الشم، تغير في حاسة الذوق. يعني ممكن تستمر ديم على الإنسان؟ تستمر لكن مو هو على طول، يعني تقريبا 12 أسبوع كانت أطول فترة، لكن في أشياء أخرى زي الخمول، زي التعب، زي اضطرابات النوم، آلام المفاصل قد تستمر فترات طويلة، وهي طبعا ما هي خاصة بكورونا، يعني كثير من الأمراض الفيروسية مثل الإنفلونزا مثلا قد تكون فيها أعراض طويلة الأمد، تستمر بعضها واضح وبعضها غير واضح، ويعني ليس له تعريف محدد. طيب.